خلاص سوي حالك يا حجي، حط ايدك على التليفون. طلع طلع ايوه خلاص، ما راح تطايق. ايوه انا صور حد بدك. انا دابا يا حد بالجزمه ده. اسمه ستيف. ستيف ايش؟ ستيف ما بتجيب. اذا في دولارات ما فيش بحاجه، اذا ما في بالرمضان ما حدا شايف شيء. ليك يا ابن عمي؟ نحن نازحين من الرفعات، طلعنا من الحرب والطيران اللي طارعنا من بيوتنا، طلعنا واخذوا دعتنا الكروت وصفينا بالبريه على كروم الزيتون هون، وجايين على الشتاء والعالم الله يكون بالعون. هون الوضع سيء ميكن ميكن، ما عم نشوف حدا عم بيجي لهون طاويل، والامور سيئه سيئه لابعد الحدود. والاطفال هون عم بصير معهم المي اسهال ومراجعه وامراض ثقيله، حتى عم تجي انهيار عصبي لكل الكبار للامهات. حسب كل جوز عصافير له سعر، كل طير كل طير حمام له سعره، ما وكله بنفس السعر. هذوك جوزهم يعني بال 15,000. بنروح على بنستاجر دار، بنبرك بشي دار، بنحوي دار، بنبرك فيها بنشتي فيها، ايش ما بضل هون عند الله. فرج على هالعباد هون، ما حدا بضل هون. يعني العالم كلها مبسوطه ومكيفه على هالامور هي اللي عم بتصير، كويسه يعني. ترجع المناطق لجماعه الحر، وهي باب رزق وهي فرجه، يعني هي سوسه نحن ما بنحسب بلاها، وهي باب رزق صارت. يعني قبل عند كان واحد له غير دخل، كلها انسرقت، سرقوا الكروت، الطيور، كل شيء ضل، كنت دار بحالة. طلعنا على اساس نهار نهارين ترجع الامور مثل ما كانت، ما ضل شيء اللي سرقوه. ده 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 ده.